دكتور، بغيت منك تعريف الجريمة ضد الأطفال. كي كتعرفوا الأطفال هما أضعف الفئات في المجتمع، وحتى هما كيطيحوا ضحايا ديال مختلف أشكال العنف والجرائم كالاعتداء الجنسي، الاستغلال، التجارة في البشر، العمل القصري، الاختطاف. هذه غير المخاطر اللي يمكن يواجهها الأطفال في جميع أنحاء العالم، ولا إحارة طويلة. فالجريمة ضد الأطفال هي أي جريمة كيف ما كان نوعها تترتكب ضد واحد الإنسان قاصر. والأعمار راكي كتعرفوا كتختلف من دولة لدولة ومن ثقافة لثقافة، نقدو كاع نقولوا من دوار لدوار، كونوا واقعيين. التعريف الصحيح هو انتهاك أو إساءة للطفل، وهو أي اعتداء نفسي أو جسدي أو سوء المعاملة أو الإهمال اللي يمكن يتعرض له الطفل. وأشهر الجرائم في الأول إلى ما زلت تذكروا كانوا الأطفال مساكن اللي كيتولدوا من غير أب، أو واحد الأب اللي هو مجهول، وكانت الأم أش كدير؟ كترميهم في الزبل. للأسف راه تلقاو عدد ديال الأطفال مساكن في القمامات، أو كتحطهم حدا واحد الجامع وكيتكلف بهم أي إنسان اللي كيتبناهم أو محسن أو شي واحد كيربيهم. نتمنى راني جاوبت على السؤال، واللي عنده شي تعليق يزيدوا لينا لتحت، ومرحبا بكم بعدد آخر ديال الأسئلة. شكراً.